بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس تعرفي على الله بأسمائه الحسنى من كتاب فقه أسماء الله الحسنى للشيخ عبد الرزاق البدر. اليوم إن شاء الله وبإذن الله سنتحدث وندرس اسم الله العليم. اسم الله العليم، ماذا يعني اسم الله العليم؟ اسم الله العليم كما جاء في الكتاب للشيخ هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والإسرار والإعلان، وبالعالم العلوي والسفلي، بالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. يبقى يعني عندما نتحدث عن معنى اسم الله العليم هناك معاني كثيرة جداً، ولكن يعني ليكون الأمر سهل أو مفهوم فنحن نقسم المعنى إلى معنيان كبيران أو قسمان كبيران. القسم الأول هو علم الله سبحانه وتعالى بما نراه وبما لا نراه، بالظواهر يعني الأشياء الظاهرة أمامنا، الشمس، القمر، النجوم، الكواكب، السماوات، الأرض، هذه أشياء نراها بأعيننا فتكون من الظواهر. البواطن ما لا نراه، ما لا نراه يعني الكائنات الدقيقة جدا التي لا نعرف أن نراها بأعيننا، وبتقدم العلم لم نكن نعلمها إلا بظهور المجهر وتكبير إلى مئات ومئات المرات حتى نرى بعض الكائنات التي مثل الفيروسات والبكتيريا، وهذه الأشياء لم نكن نعلم عنها أي شيء من قبل. فهذه من ضمن الأشياء التي لا نراها، البواطن. فهناك ظاهر وباطن، الظاهر ما نراه والباطن ما لا نراه بأعيننا. أيضا من المعاني لاسم الله العليم، العليم بالإسرار والإعلان. الإسرار، ماذا يعني يكون في قلبك الآن؟ ماذا تفكرين الآن؟ لا أحد من البشر يعلم الآن ماذا تفكرين، ما الذي يدور في مخيلتك أو في تفكيرك، لا أحد يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه هي الإسرار، السر في سورة طه، يعلم السر وأخفى، يعني أخفى من السر. ما هو الأخفى من السر؟ الله يعلمه، الأشياء التي يعني تكون بداخلك ولا تعلميها أنت شخصيا، يعني أنت السر هو ما بداخلك وأنت تعلمي بهذا الأمر ولم تطلعي عليه أحد، فهذا هو السر. ولكن الأخفى، ما هو الأخفى من السر؟ ما يدور بداخلك؟ أنت بداخلك أشياء كثيرة جدا، بداخلك أعضاء، بداخلك يعني أعصاب، بداخلك يعني قلب ينبض، وأعضاء الله سبحانه وتعالى خلقها لك تعمل يعني في جميع الأوقات، أنت لا تعلمي، أنت لا تشعري بقلبك يعني كم يعني يدق، وكم يعني لا تشعري بكم دقة في الدقيقة،
وكذلك التنفس، أنت تتنفسين ما بين يعني 12 و14 مرة في الدقيقة، أنت لا تشعري بذلك، فهذا ما يخفى عنك شخص، أنت شخصيا في داخلك، أنت كإنسانة كنفس كمشاعر. أيضا ليس أيضا يعني ما خلق الله سبحانه وتعالى فيك من أعضاء ومن أشياء تتحرك وأنت لا تعلمي عنها شيئا، أيضا من المشاعر التي بداخلك، أنت يعني في بعض الأوقات يظهر عندك مشاعر لم تكن تتوقعي أنك لديك هذه المشاعر إلا بحدوث موقف معين أو بحدوث شيء معين تبدأ تظهر هذه المشاعر. هذه من الأشياء الخافية عنك أيضا. فإذا الإصرار والإعلان هو من ضمن معاني اسم الله العليم، يعلم السر ويعلم ما تسرون ويعلم ما تعلنون، وأيضا يعلم أخفى من السر، وأيضا يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الله سبحانه وتعالى ماذا فوقنا، ماذا فوق هذه السماء، نحن لا نرى إلا السماء الدنيا، ولكن الله سبحانه وتعالى خلق 7 سماوات، وكل سماء ما يعني المسافة التي بينها وبين السماء التي قبلها، ما بين السماء والأرض مسيرة 500 عام كما جاء في الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا عالم آخر، هذا عالم آخر علوي لا نعلم عنه شيء. الرسول عليه الصلاة والسلام أطلعه الله سبحانه وتعالى على قدر من هذا العلم العلوي في رحلة الإسراء والمعراج، عندما أعرج به عليه الصلاة والسلام إلى سدرة المنتهى، وفي خلال هذه الرحلة المباركة مر على السماوات 7، وفتحت له أبواب هذه السماوات، وكان يعني يرى في كل سماء نبي من أنبياء الله الذين أرسلهم ويسلم عليه، ففتح الله له سبحانه وتعالى باب من أسرار العالم العلوي الذي لا نعلمه، وذهب إليه وارتفع وعرج إليه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ سدرة المنتهى، وهذه المكانة لم يبلغها أحد إلا الرسول عليه الصلاة والسلام من الإنس ومن الجن ومن الملائكة، لم يصل إلى هذه المرتبة إلا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العالم العلوي. والعالم السفلي ماذا عن الأرضين 7؟ هناك سماوات 7 وأرضين 7، ماذا يحدث تحت الأرض التي تقلنا؟ كم أرضين تحت هذه الأرض؟ ماذا يحدث بداخلها من براكين ومن تفاعلات ومن ثروات ومن معادن ومن طبقات أخرى لا نعلمها من الأرض؟ فسبحان الله، هذا عالم آخر يعلم به الله سبحانه وتعالى. فهذا قسم الأول من أقسام العلم، يعني علم الله سبحانه وتعالى. علم الله ليس له حدود، وعندما نقول قسم أول أو قسم ثاني هذا للتبسيط وليس للحصر، فيعني لابد أن نأخذ بالنا أخواتي من هذه النقطة، أننا لا نحصر علم الله سبحانه وتعالى، ليس له حصر، وإنما لمجرد ضرب الأمثال والتبسيط لهذا المفهوم. لأني عندما أتحدث أن علم الله واسع، علم الله كبير، هذه الكلمة تحتوي مئات وألوف ومئات الألوف ومليارات الكائنات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ما علمنا منها وما لم نعلم. فإذا عندما نقول أن الله العليم هو المحيط بما بالظاهر والباطن وبالإسرار والإعلان وبالعالم السفلي والعالم العلوي، عندما نتحدث عن الأحداث التي تحدث معك أنت في حياتك بشكل يعني مثالي وبشكل يعني مبسط جدا، الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي ويعلم الحاضر
ويعلم المستقبل ويعلم المستحيل لو حدث كيف سيكون. فهذه أبواب أربعة من علم الله سبحانه وتعالى، علمه الزماني، علمه الزماني بالوقت. الله سبحانه وتعالى علمه بالوقت. عندما نتحدث عن علم الله بالظاهر والباطن، هذا العلم بالمكان، ولكن العلم بالوقت يكون علم الله سبحانه وتعالى ما كان في الماضي في بداية الخلق، ماذا حدث، الله سبحانه وتعالى يعلمه، وما قبل كل شيء الله يعلمه، لأنه هو الأول من أسمائه إن شاء الله سنأخذها. الأول هو الأول، ليس قبله شيء، فهو يعلم الماضي ويعلم الحاضر، ما يحدث لنا الآن يا عليم الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أول ما خلق، خلق القلم وقال له اكتب، اكتب مقادير الخلق. فإذا كل ما يحدث بنا الآن هو مكتوب عند الله سبحانه وتعالى منذ 50,000 عام قبل الخلق، قبل خلق أي شيء، قبل خلق أي شيء. يعني نحن نتحدث عن يعني الأرض وكم عمر الأرض من المليارات من السنين، ولكن نتحدث قبل خلق أي شيء قبل الأرض. فخلق الله القلم وقال له اكتب مقادير الخلق، وكان ذلك قبل خلق أي شيء، لأن احنا نعلم أن خلق الأرض وخلق السماوات، وكان قبلها يعني الله سبحانه خلق الملائكة وخلق الجان، وكل هذه الأشياء قبل خلق أي شيء من كل مخلوقات الله ب50,000 سنة. الله سبحانه وتعالى كتب المقادير لكل ذلك، فهو يعلم الماضي ويعلم ما يحدث الآن. يعلم يعني سبحان الله حتى هذه الجلسة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها وأن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. هذه الجلسة موجودة ويعني يعلم بها الله قبل حدوثها، وهي الآن تحدث. فهذا علم الله بالحاضر، ماذا سيحدث لي بعد دقيقة، بعد أسبوع، بعد سنة، يعلمه الله سبحانه وتعالى. ماذا سيحدث للعالم كله، يعلمه الله سبحانه في المستقبل. والجزء الأهم يعني نريد أن يعني نتوقف عليه قليلا، هو علم الله بالمستحيل. ماذا يعني علم الله بالمستحيل؟ وهو ما يقول عليه الشيخ، وعلمه وما لم يكن، ما لم يكن أن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لن يحدث، لن يحدث في قدر الله سبحانه وتعالى، إذا حدث يعلم الله كيف يكون. طيب هل هناك دليل على هذا العلم؟ نعم، في سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يتحدث عن الكافرين الذين يطلبون الرجوع إلى الدنيا عندما يعني يروا العذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لهم، فيريدون أن يرجعوا إلى الدنيا مرة أخرى، فيتحدث الله عنهم ويقول ولو ردوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني الله سبحانه وتعالى بيتحدث وهو لن يحدث أن الله سيعيد من يموت، من يموت لن يعني يعاد مرة أخرى إلى الحياة ليعطى فرصة أخرى، كما يعني وهذا غير قضية البعث. أتحدث عن الكافرين الذين يطلبون من الله أن يعودوا إلى الدنيا مرة أخرى بعد ما رأوا العذاب، فيقول لهم الله سبحانه وتعالى عنهم ولو ردوا، يعني إذا عادوا مرة أخرى إلى الدنيا ليعملوا فيها لعادوا لما نهوا عنه، لفعلوا نفس السيئات ولفعلوا نفس المعاصي التي يعملونها وإنهم لكاذبون. يعني الله يقول عليهم أنهم كاذبون في سورة الأنعام. فهذا علم الله سبحانه وتعالى المحيط بالزمان في الماضي وفي الحاضر والمستقبل، وحتى في المستحيل كيف سيكون إذا حدث.
علم الله سبحانه وتعالى بالمكان، بمخلوقاته، علم الله بك أنت وبما يدور في نفسك من الأسرار وما يخفى عليك في نفسك، كل ذلك في إحاطة الله سبحانه وتعالى العليم. عندما نتحدث عن اسم الله سبحانه وتعالى العليم في القرآن الكريم، الحقيقة أن هو يعني هذا الاسم جاء عدة يعني مرات وكثيرة جدا، اسم الله العليم أو عليم، وأيضا جاء صفة. نحن تحدثنا في بداية هذه الحلقات أن هناك سندرس الأسماء والصفات والأفعال، وقلنا أن بعض أسماء الله الحسنى قد تكون يعني تذكر مرة واحدة في القرآن، ولكن الأفعال والصفات تذكر كثيرا في الآيات، مثل ما أخذنا يعني في اللقاء السابق في اسم الله الفتاح، تحدثنا عن أفعال الفتاح في القرآن الكريم. هنا أيضا يعني عندنا الاسم تكرر كثيرا، العليم أو عليم، والصفة أيضا، الصفة صفة الله سبحانه وتعالى بهذا العلم. فعلى سبيل المثال أيضا وليس الحصر، فإن يعني آيات القرآن مليئة بالآيات عن الله سبحانه وتعالى العليم. جاء في القرآن عن بيان واسع عن علم الله سبحانه وتعالى وسعة علم الله والإحاطة، السعة والإحاطة، السعة والإحاطة. نريد أن نعلم ما الفرق بين السعة والإحاطة. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، بسم الله الرحمن الرحيم، وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون. وسع ربي، وأيضا يعني من الأشياء التي سنأخذها إن شاء الله هو اسم الله الواسع، من أسماء الله الحسنى الواسع. فبذلك نقول أن وسع يعني اتسع علم الله سبحانه وتعالى، يتسع علم الله سبحانه وتعالى ولا يقل. يعني أنت تتحدثين مثلا يعني ولله المثل الأعلى عن الإنسان، تجدي أن في مرحلة الطفولة وبداية الشباب يكون القدرة على الاستيعاب العلم كثيرة وكبيرة جدا، تبدأ تقل مع الكبر في السن، فيكون السعة أو الاتساع للعلم ليس كفترة الشباب أو فترة الطفولة. لكن الله سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى، فإن علمه متسع دائما، يسع كل شيء، يسع علم. وهذا يعني كما ذكرنا في البداية أن الله عندما يعلم الظاهر والباطن وما في السماوات وما في الأرض والإسرار والإعلام، فهذا يدل على السعة واتساع علمه سبحانه وتعالى. أيضا في سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، كل شيء. يعني هنا نجد أن الدعاء من قبل المؤمنين أن الله يسع يعني الرحمة، كل يعني له رحمة وسعت يعني تتسع لكل مخلوقاته سبحانه وتعالى. وعندما نقول كل مخلوقاته، البر والفاجر أيضا، يعني عندما تحدثنا من قبل عن اسم الله الرزاق وتحدثنا من اسم الله الرحمن، أن الله سبحانه وتعالى الرزاق الرحمن من رحمته أن يرزق الكافر وهو يكفر به، وهو يعني يقول في جناب الله سبحانه وتعالى وفي القرآن وفي كلام يعني سيء جدا، والله يرزقه والله يطعمه، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ويعطيهم يعني يعطيهم العمر الطويل، يعني منهم من يعني يتجاوز عمره 90 ومنهم من يبلغ 100 من السنين،
لكي يعني يتذكر أو يخشى أو يعني يعلم أن لهذا الكون خالق أو رب، أو يرجع إلى الله، أو يعلم الحق. وهذا كله من رحمة الله سبحانه وتعالى. وأيضا وهذا وجه آخر من الرحمة، أو العلم، وعلمه أيضا كما تذكرنا أنه اتسع لكل شيء. أيضا سنجد هذا المعنى في سورة طه، يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. يعني هذا ما قاله موسى عليه السلام لبني إسرائيل عندما عبدوا العجل، عندما عبدوا العجل ورجع إليهم وأخذ هذا التمثال الذي صنعوه من الذهب وقام يعني تدميره وإلقائه في البحر، فقال لهم: إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو. ما دل يعني ما دلالة أنه هو الإله الذي لا يعبد إلا هو؟ أنه يعلم، وكل شيء دخل في علمه، يعلم كل شيء، كل شيء دخل في علمه واتسع علمه لكل شيء. فهذا هو الاتساع، هو اتساع علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء. وذكر سبحانه الإحاطة. الإحاطة ما هي الإحاطة؟ إحاطة علمه بكل شيء. قال تعالى في سورة آل عمران بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله بما يعملون محيط. في سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم: إن ربي بما تعملون محيط. في سورة النساء: وكان الله بما يعملون محيطا. وأيضا في سورة النساء: وكان الله بكل شيء محيطا. طبعا سنأخذ هذا بالتفصيل في عندما يعني نتحدث عن إحاطة الله سبحانه وتعالى. ولكن المحيط، الله كيف يكون يحيط بالأشياء؟ وهو أن الله مع سعة علمه سبحانه وتعالى لا يفوته شيء، لا يفوته شيء. يعني ولله المثل الأعلى، أنت عندما يعني تركزين وتدرسين في مجال معين من العلوم، وليكن علوم مثلا الهندسة أو علوم الرياضيات أو أشياء مثل هذا، فأنت يعني كل علمك أو سعة علمك في هذا العلم وهو علوم الرياضيات، فأنت لا تحيطي بعلوم أخرى. ربما يكون لا تحيطي بعلوم الصيدلة مثلاً، أو علوم الطب، أو علوم أي يعني الآداب، أو أي مجالات أخرى. أنت يعني جل تركيزك في علوم الرياضيات، فأنت لا تحيطي بعلوم أخرى قد لا تعلمي عنها شيء. ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو يتسع علمه لكل شيء، وفي نفس الوقت هو محيط، يعني لا يشغله شيء عن شيء، لا يشغله خلق السماوات والأرض عن خلق الحيوانات والنبات والإنسان، لا يشغله خلق الإنسان عن خلق الملائكة والجن. يعني سبحانه وتعالى حاشاه، فإنه يعلم سعة العلم، وأيضا يحيط بكل المخلوقات التي خلقها، ولا يشغله شيء عن شيء. هذا بمعنى الإحاطة. الشيخ السعدي عندما فسر آية ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، قال: فعلمك قد أحاط بكل شيء، لا يخفى عليك خافية، ولا يعزب عن علمك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، ورحمتك وسعت كل شيء، فالكون علويه وسفليه قد امتلأ برحمة الله تعالى ووسعتهم، ووصل إلى ما وصل إليه خلقه. فهذا في معنى يعني كيف سعة الله سبحانه وتعالى والإحاطة، الفرق بين السعة والإحاطة.
السعه ان يعني يتسع علمه سبحانه وتعالى لكل شيء، الاحاطه ان لا يشغله شيء عن شيء، يحيط بكل شيء. ايضا من الاشياء التي يعني الله سبحانه وتعالى يعلمها كما تحدثنا هي السرائر، السرائر والمعلنات او الغيب والشهاده كما تحدثنا في سورة إبراهيم. يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. يبقى إذن الإخفاء والإعلان يعلمه الله، يعلم الإخفاء والإعلان. وعندما نقول الإخفاء والإعلان، تحدثنا عن الإخفاء في كما جاء في سورة طه: يعلم السر وأخفى، وتحدثت ما الفرق بين السر والأخفى. وكذلك الإعلان ما تعلني، ما تتحدث به، ما تقولي، فالله سبحانه وتعالى يعلم. أيضا في سورة غافر يقول الله سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وإن شاء الله سنتحدث عنها بالتفصيل لاحقا. أيضا من الآيات الدالة على معرفة الله سبحانه بالأسرار وبالسرائر وبالنفس، بنفسك وماذا يحدث لنا من وسوسة، في سورة قاف الآية 16، الله سبحانه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هنا الله سبحانه وتعالى يعلمك أنه يعلم ما تفكرين فيه، الذي تفكرين فيه من وسوسة للنفس. وتحدثنا يعني لا أعلم هذه المجموعة أم مجموعة أخرى، ما الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ أحد يعلم الفرق؟ يستطيع أن يعني يرسل إلينا على الشات روم، ما الفرق بين وسوسة النفس ووسوسة الشيطان؟ كيف أفرق بينهما؟ من تعلم ترسل لي؟ ما الفرق؟ وسوسة النفس وسوسة الشيطان. عند فاطمة، نعم أحسنتي، أحسنتي يا فاطمة، أحسنتي. أختنا فاطمة بتقول عند وسوسة النفس بتكون دائما ملحة. ملحة يعني ماذا تعني ملحة؟ يعني دائما تريد منك معصية معينة، يعني اذهبي مثلا شاهدي هذا البرنامج، شاهدي هذا البرنامج الآن، الآن مثلا وقت صلاة أو وقت مثلا أنت تراجعين القرآن، تجدي فيه وسوسة مستمرة في موضوع معين طول الوقت. عندما تجدي هذا التكرار في الوسوسة، فهذه وسوسة النفس، تعلمي أن هذه النفس. عندما تجدي وسوسة في موضوع يعني إيه، يعني في معصية، وبعد ذلك تجد تستعيذي بالله من الشيطان، تذهب هذه الوسوسة وتجيء وسوسة أخرى بمعصية أخرى. ونجد ذلك يعني سبحان الله في الصلاة، يعني أنا متأكدة أنه يعني كثير من الأخوات يحدث لهم ذلك أثناء قيامك بالصلاة، يعني كل الأفكار يعني تحضر، أريد أن أذهب إلى المشوار الفلاني، أريد أن أطبخ الآن، أريد عندي يعني عزومة، أريد أن أحضر ذلك، كل شيء يظهر في الصلاة. هذا من وسواسة الشيطان، وساوس الشيطان التي دائما تريد أن تفسد عليك الصلاة والخشوع لله سبحانه وتعالى، فدائما تقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حتى لو قطعتي ما تقولي من قراءة القرآن أثناء القيام، يعني قيامك في الصلاة لو شعرتي أن هناك كثير من الوساوس والأفكار لا تركزين، توقفي
وقولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 3 مرات كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأكملي أكملي بعد ذلك الصلاة. فهذه وسوسة الشيطان، يريد لك أي معصية مهما كانت، ولكن النفس تصر على معصية معينة. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما يدور في خاطرنا وما يدور في هذه النفس، ويقول لك أنه أقرب إليك من حبل الوريد. ما هو حبل الوريد؟ حبل الوريد هو الوريد الذي نجده في الرقبة، في جانب الرقبة، خاصة عند عندما تتحدثين كثيرا أو يكون في نوع من المجهود، تجدي أن هذا الوريد يبرز، معناه أنه الله قريب جدا منك. وهذا طبعا تعبير مجازي، أن الله قريب، الله يعرف كل شيء ويشعر بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال تعالى في سورة البقرة: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. الله سبحانه وتعالى يعلم ما هي النية، ما هي نيتك. إذا استطعت أن تخدعي الناس جميعا، لن تستطيع أن تخدعي الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم السر وأخفى كما ذكرنا. أيضا في سورة البقرة الله سبحانه يقول: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. الله سبحانه وتعالى يقول لهؤلاء الكافرين من اليهود: ألا يعلموا الذين يتآمرون على المسلمين يكيدون لهم؟ فالله يخاطبهم ويقول لهم: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون، ما يقولون بينهم، وهذه المكائد وهذه المؤامرات ضد المسلمين، وما يعلنون، ما يبينون من الحب ومن الود ومن المعاملة اللطيفة للمسلمين، ما كان يحدث في المدينة. لأن بعض اليهود كانوا من المنافقين، أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. أيضا في سورة النحل: والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة: ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. النجوى هو الحديث بين جماعة قليلة، 3 أو 4 أو 5 كما جاء في القرآن يتحدثون. فلذلك لم هنا التعبير القرآني دقيق جدا، لم يقول سرهم وعلنهم، ولكن قال ونجواهم، قليل ممن يتحدثون مع بعضهم البعض، لا يتجاوز عددهم 5 أو 6 أشخاص. حتى هؤلاء الله يعلم ما يقولون. أيضا في سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. ما سيحدث لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وما حدث لهم ولا يحيطون به علما، لا يحيطون بالله سبحانه وتعالى وبعلمه، لكن الله يعلم ما حدث وما سيحدث لهم، وهم لا يحيطون بأي شيء. أنت بعد دقيقة من الآن لا تعلم ماذا سيحدث لك. كل البشر، العالم والجاهل، الإنسان الفقير والإنسان الغني، كل البشر بعد دقيقة لا يعلم ماذا سيحدث له، لأن هذا من الغيب، والغيب لا يحيط به إلا العليم سبحانه وتعالى. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فأيضا هنا سورة التوبة الله يتحدث أنه ليس عالم الشهادة التي ترونها، الشهادة ما نراه بأعيننا، ولكنه يعلم الغيب
والغيب كل ما لا نراه، والغيب أيضا من الأحداث المستقبلية التي ستحدث يوم القيامة والجزاء والعقاب ومشاهد يوم القيامة، كل هذا من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا مجموعة الآيات التي يعني أخذناها الآن تتحدث عن علم الله بالسرائر وبالمعلنات وبالغيب وبالشهادة. القسم الثاني هو علم الله بما في السماوات والأرض. ذكر سبحانه علمه بما في السماوات والأرض، وقال تعالى: إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون، سورة الحجرات. كما تحدثنا نحن لا نعلم في السماوات إلا ما السماء الدنيا وما يظهر لنا من السماء الدنيا من نجوم، من قمر، من شمس، هذا هو ما نعلم. وكذلك الأرض، هناك غيب للأرض، هناك أرضين تحت هذه الأرض، غيب لا نعلمه، يعلمه الله وهو يرى كل شيء. ففي التفسير إن الله يعلم غيب السماوات والأرض التي تخفى، الأمور التي تخفى على الخلق، كالذي في لجج البحار ومهامه القفار، يعني في الأشياء القفار، يعني التي لا نراها، الأشياء التي بعيدة التي لا نراها، وما جنه الليل، يعني ما غطاه الليل أو وراه النهار، وراه أي غطاه النهار، يعلم قطرات الأمطار وحبات الرمال ومكنونات الصدور والأمور، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا في سورة الأنعام. الله سبحانه وتعالى يتحدث عن دقائق. أنت عندما يعني سبحان الله في فصل الخريف مثل هذه الأيام، عندما يعني تمشي في الشوارع وتجري أن الأشجار مع الرياح تتساقط منها الأوراق، عندما تقفي أمام هذه الشجرة، شجرة، اختاري أي شجرة وقفي أمامها وتأملي في سقوط الأوراق، ستجدي ربما تسقط يعني عشرات الأوراق أمام عينيك في وقت واحد، وكل ورقة تسقط في مكان مختلف عن الورقة التي قبلها أو بجانب منها أو يعني تبعد عنها ببعض المليمترات البسيطة. تتخيلي أن هذا كله في علم الله سبحانه وتعالى، يعلم عدد الأوراق الشجر التي ستسقط، يعلم المسافة التي ستسقط منها من الشجرة إلى الأرض، يعلم المكان الذي ستستقر فيه في الأرض، يعلم الوقت الذي ستسقط فيه هذه الورق. ما هذا العلم؟ يعني أخواتي هذا علم عظيم، والله هذا علم عظيم لله سبحانه وتعالى. عندما نتأمل فقط سقوط ورقة واحدة من شجرة مليئة بمئات أوراق الشجر، وسبحان الله تسقط هذه الأوراق جميعها في فصل الخريف، تسقط جميعها وتحيا مرة أخرى في فصل الربيع. فقضية الإماتة والإحياء هذه نراها في عملية مستمرة بين في النبات بشكل أسرع، يعني نراها في البشر يعني يحدث ذلك، ولكن الله يعطينا صورة متجددة نراها كل يوم ما بين نبات يعني يزهر ثم يموت ويتحول أوراقه إلى يعني مثل القش أو أشياء مثل ذلك. فأنت تدبري، وهذا ما نريده يعني من ضمن الواجب الأسبوعي الذي نقوله دائما: تتأملي كيف أتأمل مثل هذا، شجرة ينزل أوراقها، تتأملي هذا العلم الواسع، كم ورقة تنزل وأين ستنزل وأين ستقع هذه الورقة ومكانها. أيضا علم الله بمفاتح الغيب،
ما هي مفاتح الغيب؟ مفاتح الغيب، مفاتح الغيب ذكر في سورة الأنعام. مفاتح الغيب ذكر في، أسفة، في سورة لقمان. 5. هنا بداية في سورة الأنعام الله يقول بسم الله الرحمن الرحيم: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يعني هذه إحاطة الله سبحانه وتعالى بكل الأشياء الدقيقة. يعني نلاحظ أن الآية تتحدث عن أشياء دقيقة: ورق الشجر، الحبة، تخيلي الحبة من الحبات التي ترمى في التربة كي تنبت بعد ذلك زرع، يعني كيف أنها صغيرة جدا. كل ذلك في كتاب مبين. هذا الكتاب، تذكرون عندما قلنا أول ما خلق الله خلق القلم وقال له اكتب مقادير الخلق في اللوح المحفوظ. ففي كتاب مبين، هذا اللوح المحفوظ فيه كل شيء، كل شيء، حتى سقوط الورق من الأشجار. هنا في سورة لقمان مفاتح الغيب قال عنها العلماء في هذه الآية 5: إن الله عنده علم الساعة، 1، وينزل الغيث، 2، ويعلم ما في الأرحام، 3، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، 4، وما تدري نفس بأي أرض تموت، 5، إن الله عليم خبير. فقالت العلماء أن هذا هي مفاتيح الغيب التي، أو مفاتح الغيب التي ذكرها الله في هؤلاء الخمسة: علم الساعة يوم القيامة، نزول الغيث بأمر الله، وعلم ما في الأرحام. وما في الأرحام لا نعني به ذكر أم أنثى، لأنه طلع يعني بعض يعني من يعني يحاربون القرآن ذهبوا إلى إيه، الآن نعلم ما في الأرحام، منذ أن تحمل السيدة نستطيع في خلال 4 أو 5 أسابيع نقول هل يعني هي حامل في ذكر أو أنثى، ولكن ليس هذا المعنى. المعنى أنه هل هو شقي أم سعيد، وكم عمره، وكيف يعني سيحيا، وهل هو من أهل النار أو من أهل الجنة، كل هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما كنا نقول، لا نعلم ماذا سيحدث لنا غدا أو بعد أسبوع أو بعد شهر. وما تدري نفس بأي أرض تموت، لا أحد يعلم الأرض التي سيموت فيها، لا أحد يعلم. يعني وهناك قصص كثيرة جدا لبعض الناس، يعني كانت تظن أنها ستموت في مكان، وسبحان الله يعني في لحظة الموت ذهبت إلى مكان آخر ليكون مكان موتها، فهذا أيضا من الغيب. وقال الله تعالى في سورة الرعد بسم الله الرحمن الرحيم: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام. ما تغيض يعني ما ينزل في السقط في أثناء عدم اكتمال الحمل، وتغيض يعني تنقص، وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. أيضا من علم الله سبحانه وتعالى هو علم خائنة الأعين، خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، يخبر تعالى عن علمه التام المحيط بجميع الأشياء، جليلها وحقيرها، صغيرها وكبيرها، دقيقها ولطيفها، ليحذر الناس، ليحذر الناس، فيستحيوا من الله حق الحياة، ويتقوه حق تقوى، ويراقبوه مراقبة من يعلم أنه يرى. خائنة الأعين، ما هي خائنة الأعين؟ يعني ما تنطوي عليه خبايا الصدور من الضمائر والسرائر. يعني في بعض الأشياء أو في بعض
الأوقات تجدي بعض السيدات تظهر لك المودة والحب، ولكن تستطيعي أن يعني إذا نظرت في عينها تعلمي أنها ليست طيبة أو ليست نيتها طيبة. سبحان الله، يعني هو الإنسان لا يحكم بالظاهر، ولكن يعني يكون هذا يعني نعم الله سبحانه وتعالى لبعض الأخوات، إنها تقول لك أنا غير مرتاحة لهذه الأخت، يعني أشعر في يعني عينها إنها هي يعني إيه يعني ليست صادقة في نيتها، ليست صادقة بس ليس، لكن يعني نحن لا نقول ذلك، يعني نحن ليس لنا إلا الظاهر، ولكن خائنة الأعين هنا أن تظهر، أو أن بعض الناس تظهر المودة وتظهر الحب ولكن تخفي غير ذلك، فهذا هو خائنة الأعين. أيضا جاء في القرآن اسم الله العليم، كل ما ذكرناه قبل ذلك هو صفة الله العليم. هنا اسم الله العليم جاء في سورة البقرة، قالوا الملائكة، هذا حديث الملائكة، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هنا سنجد معنى آخر لاسم الله العليم، وهو الذي يعلم، هو وعلم آدم الأسماء كلها، والآن الملائكة تطلب أو تقول أنه لا علم لها إلا ما علمها الله سبحانه وتعالى. فمن أيضا يعني صفات العليم أنه الذي يعلم. العليم أيضا بأحوال عباده في سورة العنكبوت، الله سبحانه وتعالى يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم، يعني يعلم بأحوال عباده، من يستحق الزيادة في الرزق، من يستحق يعني اللي يقدر عليه رزقه، كل هذه الأحوال يعلمها العليم. العليم أيضا بك حين تدعي، كما دعت أم مريم السيدة امرأة عمران، ماذا قالت في سورة آل عمران؟ إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. هنا في حال الدعاء، كانت حامل وفي وقت الحمل دعت الله سبحانه وتعالى أنها تنذر، يعني يكون ما ستأتي به يعني من مولود يكون في خدمة الله سبحانه وتعالى وفي خدمة دينه، فهي تتوسل وتدعو لله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى باسمه العليم تتوسل به بأنه هو الذي يسمعها وهو الذي يعلم بحالها. أيضا كما أخذنا في اسم الله الفتاح، لو نتذكر في سورة سبأ، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. نتذكر هذه الآية، أخذناها في الدرس السابق وتحدثنا عن الفتح هنا، وماذا يعني الفتح هنا، وقلنا عنه أنه الحكم الجزائي الذي يحكم به الله بين عباده المؤمنين وبين الكافرين، وهنا الحكم يكون في الجزاء الدنيوي وأم الأخروي. سؤالي، هل الحكم هنا في هذه الآية لحكم الفتاح هنا، الفتح أو الحكم بين المؤمنين والكافرين، في الدنيا أم في الآخرة؟ من تستطيع أن تجيب؟ قل يجمع بيننا ربنا، هذا الحكم الجزائي دنيوي أم أخروي؟ من تعرف من الأخوات؟ نعم، منى بارك الله فيك، نعم أخروي. قل يجمع، لماذا يجمع؟ لأنه يجمع هو في يوم القيامة، يوم الجمع. نعم فاطمة بارك الله فيك حبيبتي، فإذا هو الجمع هنا في الآخرة. طيب، الآية انتهت باسم الله الفتاح والعليم. الفتاح تحدثنا هو الذي من معاني الفتح أنه يحكم
يحكم بين عباده المؤمنين والكافرين يوم القيامة. طيب معنى معه العليم، لماذا جاء العليم؟ لأنه الذي يحكم لابد أن يكون عليم، لابد أن يكون عليم بما يستحق العذاب وبما يستحق الثواب، فلذلك جاء الفتاح مع اسم الله العليم. أيضاً العليم بما في كتابه سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. العليم بما في هذا الكتاب، كلمة ربك بما في ربك بما في الكتاب القرآن لا مبدل لهذا القرآن. أيضاً في سورة غافر، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. هنا جاء العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد، وهذا الكتاب معجز لا أحد يستطيع أن يعني يأتي بصورة أو بآية من آياته، لأن الله هو الغالب الذي لا يغلب، وهو العليم الذي لا يحيط أحد بعلمه. فجاء هنا العزيز العليم. هو هناك في سورة الأنعام، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، هنا أي تمام الكلام، تمام نزول القرآن ونزول الآيات وعدم تبديل هذه الآيات، والله هو السميع، وهنا ختمت الآيات الآية وهو السميع العليم، يعني هو السميع الذي، يعني هنا من أسماء الله السميع الذي يسمع ويشهد، يسمع ويشهد بكل شيء ويعلم، فهو الذي يشهد أن هذا الكتاب صدقا وعدلا، ويعلم أنه يعني يستحق هذا الصدق وهذا العدل، فلا يشهد ولا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى على الصدق والعدل لهذا الكتاب. وفي الآية الأخرى أيضا الكلام عن كتاب الله، ولكن بمعنى أنه لا أحد يستطيع أن يغلبه، يغلب كتاب الله، الكتاب الله غالب، غالب لأنه نزل من عند العزيز العليم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد ولا أحد يحيط بعلمه سبحانه وتعالى. كيف نحيا باسم الله العليم؟ كما نقول دائما الدعاء، الدعاء بهذا الاسم. كان ابن تيمية رحمه الله يعني يقول: يا معلم آدم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، وكان يبكي ويعني يسجد وهو يقول هذا الدعاء، ويعني يملأ رأسه في التراب. ويعني ابن تيمية الذي نتحدث عنه، نتحدث عن كتبه وعن علمه، أكثر من 700 عام مضت على علم ابن تيمية وعلى كتب ابن تيمية وعلى يعني الأشياء الرائعة، وطبعاً تلميذه ابن القيم من أروع ما تقرأين من الكتب، كتب ابن القيم وهو تلميذ ابن تيمية. فتخيلي هذا العلم الغزير لابن تيمية على مدار 700 سنة، كان يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعلمه وأن يفهمه، وكان متيقن أنه لا علم ولا فهم بدون أن تسألي العليم الذي وسع كل شيء علمه وأحاط بكل شيء علمه. فعندما يعني تطلبي العلم، لا تقولي أنا ما شاء الله معي الشهادات الفلانية ومعي هذا ومعي هذا، تقولي هذا كله بفضل الله، وما بكم من نعمة فمن الله. إذا لم يمنن عليك الله بالفهم، فيعني إذا أمضيت حياتك كلها تقولي أنا سأفهم بنفسي، لن تفهمي شيئا. لذلك دائما أخواتي أقول عند قراءة القرآن وعند تدبر القرآن، لابد أن نسأل الله الفتح والفهم، الفتح يفتح لنا من أبوابه ومن أبواب علمه، ويفتح لنا الفهم والعلم بالقرآن. وكما تحدثنا، نحن تحدثنا عن علم الله سبحانه وتعالى العليم، العليم بالسرائر، العليم بما نعلن،
العليم بما في السماوات والأرض، العليم بما حدث وبما سيحدث وبما يحدث الآن وبما إذا الذي لا لن يحدث، كيف لو حدث كيف سيكون. تتحدثي عن علم ليس له حدود، عندما تحدثنا عن سقوط ورقة الشجر كيف لنا أن يعني نشعر بعد ذلك، نشعر بعظمة العليم، نشعر بهيمنته على خلقه، نشعر بالخجل من أنفسنا عندما نعصاه في ملكه، عندما نعصى الله في ملكه نشعر بالخجل. يعني جاء يعني أحد العصاة إلى أحد الصالحين فيقول له إذا، فقال له الصالح يعني الرجل الصالح، إذا أردت أن تعصي الله فابحث عن مكان يعني لا تظلك سماؤه ولا تقلك أرضه. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا تظلك سماؤه ولا تقلك أرضه. فنعم الله سبحانه وتعالى علينا لا حصر لها، وتملأنا وعلمه بكل شيء حولنا يجعلنا دائما نتحرى ونسعى إلى تقوى وإلى مرضاته، وفي نفس الوقت نسعى للتعلم. لابد أن أتعلم الدين أخواتي، يعني لا أقول هذا فرض عين الآن على كل أخت، على كل أم، وكل أم تعلم بناتها وتعلم أولادها، وعلى كل زوجة أن تتعلم وتعلم زوجها إذا كان لم يعلم أو أولادها. يعني هذا الآن فرض عين، نحن مطالبون في هذا الوقت كل أن نتعلم العلم الشرعي. وأول ما نبدأ في العلم هو العلم بأسماء الله وصفاته كما ذكرنا، لأننا إذا تعلمنا عن الله وعلمنا الله سوف يسهل علينا كل شيء بعد ذلك، سوف يسهل علينا العبادات وسوف يسهل علينا الطاعات. فالبداية، البداية دائما تكون بالعلم عن الله سبحانه وتعالى، وتدبر القرآن. طبعا تدبر القرآن هو في كل ما نرى من الخير، كل الخير الذي يتحدث عنه في الأسماء والصفات والأفعال كلها موجودة في القرآن وتدبر القرآن. والآن يعني الواجب الأسبوعي إن شاء الله في قراءة القرآن بتدبر الآيات التي يذكر فيها اسم الله العليم اسما وصفة كما ذكرنا، والصلاة والدعاء أثناء الصلاة بهذا الاسم، التفكر اليومي في الآيات الكونية ورؤية العليم الذي أحاط بكل شيء علما في هذا الكون. انظري إلى الشجر، انظري إلى الأوراق التي تتساقط منه، انظري إلى ورقة واحدة وتابعي خط سيرها، كيف ستنزل، كيف ستقع، ماذا سيحدث لها، وتخيلي ملايين الأشجار من ملايين السنين كيف يعلمها الله سبحانه وتعالى ويعلم ما سيحدث في المستقبل لأشجار أخرى. وهذا تتحدث عن الأشجار فقط وليس كل كائنات الله سبحانه وتعالى. تذكري أن العليم يعلم بأحوالك، يعلم ما أنت لا تعلمين به في نفسك، وما توسوس لك نفسك، وما تريدين، ونيتك، وما تشعرين تجاه الآخرين. فاتقي الله، اتقي الله فيما تشعرين، واسألي الله الهداية، واسألي الله التقوى، واسألي الله أن يعلمك وأن يهديك وأن يفهمك. ومن الأشياء أيضا الأهم هو الهروب من سارقي العمر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.